صباح الخير يا متابعين، افتح الفاني الصباح لشركة وينزر بروكر. هقدمه لكم كريم مجدي اليوم 3 فبراير 2020، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الدولار الامريكي مقابل نظيره الكندي. تداولات ايجابية للدولار الامريكي وارتفاعات طبعا الدولار الامريكي مقابل نظيره الكندي راجع في المقام الاول لانخفاض شهية المخاطرة والاقبال على الدولار الامريكي كملاذ آمن نتيجة طبعا تفشي فيروس كورونا. ومن ناحية اخرى انخفاض اسعار النفط ايضا لنفس السبب فيروس كورونا، ده أثر بشكل سلبي أكيد على الكندي. كان عندنا بيانات للكندي يوم الجمعة الماضية، كان الناتج الإجمالي المحلي الشهري لشهر نوفمبر للدولار الكندي جه زي ما كان متوقع ليه 1.1%، والشهر الماضي كان سالب 1.1%، ما كانش ليه تأثيره القوي أو المباشر على الأسواق. النهاردة كمان هنكون قدام بيان من شأنه إنه يؤثر على التحركات، وهو مؤشر مدير المشتريات الصناعي اللي بيصدر على معهد إدارة التوريدات الـ ISM الشهري لشهر يناير، متوقع ليه 48.5 وكان الشهر الماضي 47.2. دي اهم البيانات على مدار اليوم واهم الاخبار. خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت وتوقعاتنا ليه. خط اتجاه صاعد واداء ايجابي كبير بدايه طبعا من الشهر الماضي للامريكي مقابل نظيره الكندي، وثبات على 32.20 مدعمه بشكل كمان كبير. اداء ايجابي على مؤشر الاستوكاستيك، على مؤشر فلات ترند، تقاطع المتوسطات السعريه الاعلى، ثبات السعر اعلى المتوسطات السعريه، المسافه كمان ما بين المتوسطات السعريه بتدل على قوه الاتجاه. اداء ايجابي على مؤشر الاي ام اي، ثباته اعلى 32.20، ثباته اعلى خط الاتجاه الصاعد، كل ده مدعم بشكل كبير الامريكي مقابل نظيره الكندي. احنا قدام فرصه ان احنا نسجل اعلى سعر للامريكي مقابل الكندي بالتحديد من 10 العام الماضي، من 10 ديسمبر العام الماضي، يعني بنتكلم في حوالي تقريبا شهرين. وده راجع طبعا للأداء الإيجابي للدولار الأمريكي بعد ارتداده من منطقة 29.60 ورجوع مرة أخرى للقوة زي ما احنا شايفين، ولذلك متوقع ان هو يقدر يكسر 32.50 علشان يستمر في أدائه الإيجابي 32.80 وراها 33.10. مرة تانية الأداء الأكثر توقعا للأمريكي مقابل الكندي هو الأداء الإيجابي بشرط كسر 32.50 وراها 80 وراها 33.10. السيناريو الآخر المعاكس هيتحقق بكسر 31.90 وراها 70 وراها 50. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.